مساء الخير عليكم مشاهدين، وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج جيل جديد. ترجع علاقة الإنسان بالخيل إلى العصور القديمة، وكان قديما يشار على أن ركوب الخيل مقتصر فقط على السلطة والحكم، إلا أن هذا المفهوم والثقافة تغيرت ولم تعد موجودة. اليوم راح نتعرف ونشوف شلون نتعامل مع الخيول، نتعرف على جماليتها عن قرب. خليكم تابعين. حلقة اليوم حلقة مميزة وملونة بالمواهب، رح نتعرف على أول المواهب اللي ويانا بالحلقة من بعد هذا الفاصل مع كاميلا. مرحبا مصطفى، واهلا وسهلا بك ببرنامج جيل جديد. مرحبا، اهلا وسهلا بكم، نورتونا. مصطفى، ايش قد صار لك بهذا المجال؟ انت اليوم كونك مهتم بالخيول بشكل خاص، احكي لنا بداياتك شلون كانت، احكي لي اكثر عن نفسك. بلشنا احنا بدايه الخيل بدايه 2015، اسسنا مربط الخيول العربيه الاصيله، كانت سلاله جدا قليله موجوده بالعراق. احنا من اول الناس اللي استوردنا الخيل وشاركنا بطولات. الحمد لله. احنا عندنا مرمر هسدت الجول حولنا. مرمر فرس عربية انتاجنا. اي. امها وابوها ابطال وهي بطلة سنة 2022. مميزة جميل. مرمر، وقلت لي انه هذا السلوك اللي تسويه هسه تستعرض جمالها، مو صح؟ تستعرض جمالها، تسوي هوية العربية، حركاتها، فرس حبوب. تريد الاهتمام عليها مو علينا، احنا تحس الاهتمام علينا. زين مصطفى، انت شلون كانت بداياتك؟ هل الحب اجى من الاهل او انت كنت مثلا تشوف او تجرب بنفسك الاحصنة؟ شلون بدت سالفة الاحصنة الخيول بحياتك؟ هي هواية من وانا صغير. اوكي، شلون بدت هاي الهواية؟ بلشت الهواية من دائما احب اتفرج على الافلام اللي تكون بالخيل. خيول. اوكي، اليوتيوبات. وبلشنا اول ما اخذنا المزرعه جبنا خيل، تعمقت بها اكثر شوي شوي، تطورت، شاركت. وحدك كنت تتعلم عليه بالبدايه ولا كان اكو مثلا مدربين؟ لا، ممكن بلشت صراحه انا تاسست لهم مدربين. مدربين اول شيء، زين، جيدين جدا. وبلشت بنادي اربيل، الحمد لله 2016 صرت بطل العراق برياضه القفز الحواجز. واو. في المتر 2017 انا بطل دوليه. حلو، زين. اليوم انت اوكي جتي مرمر يم الكاميرا. اي مرمر. زين، انت اليوم متفرغ بشكل كامل لهذا الشيء؟ لو شنو هذا يعني شغلك، خلينا نقول معتمد عليه؟ لو شلون انت تقسم وقتك؟ بلشت صارت هواية وبزنس. اي زين، صارت هواية وبزنس، يعني نقول 50-60% حتى نكون مو بالمزرعه. إذا هي هواية وشغل كلها صارت مع بعضها. تقريبا كم ساعة باليوم أنت تكون يوم أنت تشرف بنفسك أو أكو ناس خاصين يكونوا موجودين؟ مدرب موجود. أوكي. عندي السياس شاطرين، طبيب بيطري دائما يجي. لا. وأنا همين دائما على وقت فراغي يكون موجود متواجد معه. زين، شلون تقضي وقتك؟ تفضل مثلا تهتم بيهم أو مثلا تدربهم أو شلون؟ أو يكون أكو ركوب خيل أو ركوب شلون؟ مو بنسبة دائمية. أوكي. بس أكثر شيء أحب أهتم بيهم، أحب أشوفهم أطلعهم. برزون روحهم شلون مرمر. أيه. مرمر من الخيل القريبة عليه، يعني جدا أحبه، فرس جدا جميلة وكواليتي عالي. زين، ليش ما يكون أكو ركوب خيل؟ قلت لي أنت قبل ما نبدأ اللقاء إن هم فقط للجمالية، يعني راح يشاركون بطولات جمالية. صح. ليش ما أيضا تركبوهم ممكن للتدريب أو شيء؟ ما يشمل هذا الشيء؟ لا، أنت تقدر تركب، بس هي هالخيل هي أساسا إنه خيل جمال، يعني تنزل تستعرض تباهي بروحها. شلون ما تسوي مرمر حاليا أنت تنفق وذات حتى شكلها مختلف، يعني كل شيء يختلف، يعني كارزما مالتها كلها تختلف. فالخيل اكثر شيء تكون خيل استعراضيه، خيل الجمال. اما عن خيل الركوب فهي يعني موجوده عندنا الحمد لله، هم نركب وكل شيء. تمام، وشنو البطولات اللي شاركوا بها هاي الخيول الموجوده مصطفى؟ خلينا نبلش نقول مثل مرمر بطلت سنه 2022، حصلت على فئتها الجولد. اي تشامبيون تشيب، حصلت البرونز. وعندنا باخر خيل من سنه 2015، يعني عندنا انجازات جدا جميله ويا الفرس كوكب، قمر الزمان كذا. وانت بنفسك تكون موجود بهاي البطولات همينه؟ اكيد دائما بتكون وياهم، ايام اخر ايام دائما اكون وياهم، دائما اكون قلق تنقال منهم وخايفين عليهم، الاشياء اللي تجيهم علفهم دائما نستورده من اسبانيا من برا خارج العراق. ف
فبكل شيء مهتمين بها. إذا اهتمام مثل ما قلت واسع على كل هاي الأصعدة جداً. الأغذية ممكن المواد اللي تستخدموها جدا كل شيء. زين شنو التحديات؟ ممكن اكو صعوبات، امور ممكن ما تتوفر، اكو امور خاصة بهذا المجال هواية اشياء مثل شنو؟ للاسف انه بالعراق تكون متواجدة كعدة، نبسط ابسط شيء كأدوية انه قبل كانت مفقودة هسه لا نقدر نقول شوية صارت متواجدة. كلها طبعا أكثر. تستوردوها لازم اكيد من الامارات او من اوروبا و من هالدول الشقيقة. وحاليا بس هي متوفرة ولا ممكن اكو نسبة جدا قليلة تلقى الناس اللي عندها تكون. اكو مشاكل اخرى واجهت انت شخصيا ممكن خلتك تتراجع او تخفف، خلينا نقول تكون بهذا المجال، او ماكو شيء وقفك؟ لا انا ماكو شيء وقفك، متعمق بيه كلش. متعمق بيه، انا بلشت بداية وان شاء الله ما راح نوقف للعالمية. شنو طموحك بعد يا مصطفى؟ ان شاء الله العالمية تستمر تكون بهذا المجال ان شاء الله. اني كل السعادة تعرفت عليك مصطفى، واخذنا فد لمحه عامه عن الموضوع، عن بداياتك كانت كلش مهمه بالنسبه لنا. هسه حابين شوي اكثر نتعمق ونشوف شلون الخيول وشلون يتم الاهتمام بها، واني شخصيا حابه من اشوف هذا الشيء. اذا تسمح اجرب هذا الشيء. اكيد اكيد. اوكي مرمين. شكرا لك مصطفى. مرحبا واهلا وسهلا بك ببرنامج جيل جديد مدرب موعود. مرحبا اهلا وسهلا، نورت المربط. بالبدايه احنا اكيد حابين نتعرف عليك، وبعدها حابين نشوف شلون ممكن نهتم بالخيول الموجوده. طبعا انا اسمي موعود، مدرب مجال الخيول العربيه، واجهز الخيل لبطولات الجمال. حلو. صار لك زمان بهذا المجال او بالجديد يعني؟ طبعا بدأت بالمهنة من كان عمري 8 سنوات. تقريبا صار لي 20 سنة فعلا زمان في هذا المجال، وتابعت الموضوع بصورة جدية والحمد لله، والآن وصلت الدرجة أنه قدرت أخذ شهادة من المنظمة العالمية للخيول العربية، اللي هي تكون منظمة إيكاهو، اللي مهتمة ببطولات الجمال للخيول العربية. حلو ممتاز. زي موعود احكي لنا شوي على الخيول الموجوده اليوم هنا. احنا عرفنا انه هي اكثريتها يعني جماليه، يعني الجمال وليس للركوب. شلون يتم اهتمام بها، تدريبها، المكان اللي تنام به، شلون هاي التفاصيل احكي لنا عنها؟ طبعا هاي الخيل كلها كل يوم عندها رياضه صباحيه على مود نقدر نبني العضل جسم الخيل بصوره صحيحه. هذا كل خيل لازم يكون اكو له تدريب، او هاي الخيول خاصه على مود شكلها الجمالي؟ اي طبعا على مود خلينا نقول نقيسها ويا البشر اللي يشتغلون كمال اجسام. صحيح. الفيتنس بني نفس الشيء. نفس الشيء. احنا عندنا تدريب يومي، كل يوم الصبح الخيل تطلع تتدرب ونبني لها عضل. إذا أكو خطأ بالجسم عن طريق التدريب نرفع الخطأ ونعلمها على حالة المعاشرة ويا المدرب، وشلون تعرض نفسها بيوم البطولة بالساحة والحركة وهي الشغلات كلها. حلو. إذا أكو سلوك يكون هي مثل غريزة عندها، أو هي تكتسبه مع التدريب؟ طبعا هي الخيول العربية تتميز بجمالها، ولازم تكون الخيول بها الميزات الصحيحة لبطولات الجمال. أي. اللي تقام عليها النقاط اللي من قبل الحكم يقيمون جمال الخيل بالبطولات. بس أني كمدرب أساعد الخيل أنه تظهر جمالها بصورة صحيحة بس. نعم حلو. زين خلينا نبدي ايضا بموضوع الاهتمام، شلون يتم اهتمام بها ما بعد التدريب او الرياضه الصباحيه؟ شنو تسووا لها، او الموجودين شلون يهتمون بها؟ طبعا كل الخيل عندهم عناية يوميه. هي طبعا يومية. كل الخيل اللي موجوده
يوميا 3 مرات تتنظف اللي هنا بالعراق يسمونه فرشة ومحسة، على مود تنظيف الشعر الزايد، التراب، الشغلات يطلع من جسمها، وينمسح وجوههن بكلينس مرطب ويندهن فازلين. الشعر كالعادة احنا تقريبا يوميا ينغسل ويتظفر على مود تصير بيه عناية ونعتني بيه. وزائدا انه موضوع العلف مال الخيل لازم يكون على جدول، على روتين متداول، على مود نعرف انه الخيل اللي قاعد تتروض شنو الفيتامينات اللي تحتاجها، ايش قد نسبة البروتين اللي يحتاجها جسم الخيل، ونقيس العلف بالنسبة لبرنامج التدريب اليومي مال الخيل. إذا أكو اهتمام خاص بها حتى من ناحية الأكل والمياه، ممكن تختلف بالأوقات، ذكرت ممكن فصل الشتاء عن الصيف. زين، بالنسبة للبطولات، من يشاركون بالبطولات، شلون تهتمون بهم وتجهزوهم لهذه البطولات؟ هل هي سنوية أو إلى أوقات معينة؟ صراحة احنا بالمربط عندنا طول السنة الخيل تتدرب، يعني انه مثلا ما نهتم انه مو مثلا شرط أكو ممكن، يعني بطولة لا أو مو لا. شرط انه اكو بطولات، لان هي الرياضة للصحة هم زينة، واحنا ندرب الخيل بطول السنة، كل يوم تتدرب الخيل، ما عدا فترات يعني نشوف الخيل ممكن مثلا سرعتها شوي كسالة، سرعتها ممكن شوي تصير عندهم كسل. اوكي، يعني نعطيهم استراحة فترة ونرجعهم مرة ثانية على التدريب، على مود يعني احنا تفكيرنا نخلي الخيل جاهزة لأي وقت لنا وعلى البطولة، لا يكون عندنا مثلا ضغوطات أكثر من اللزوم أو نريد نضغط على الخيل لو شيء، خلينا جاهز أي وقت. حلو حلو. زي ما قلت، شلون تكون المسابقة أو البطولة؟ يعني هي أول خيل بس مجرد ينعاف هو يمشي ويستعرض جماليته، أو شلون يتم الإجراء، فكرة المسابقة هاي أو البطولة؟ لا طبعا هي اكو ساحه للعرض، يقفون بالنص الحكم، واني كمدرب او عارض تكون نقول موجود بيوم أيضا. البطوله اعرض الخيل قدام الحكم، فتتغيم من 5 نقاط اللي هي الهويه العربيه، الجسم والانسياب، الراس والرقبه، الحركه والغوائم، وتتغيم عن خلال هاي النقاط الخيل وتنجمع، وبالاخير يطلع المعدل، يطلع الرقم الظهر النهائي النهائي. ويكون الفوز. زي ما وعدت، نريد نعرف هاي البطولات من تصير شلون يتم تقييم الخيول الموجودة من تشارك، وأيضا أنت تكون موجود بنفسك وتستعرضها. احكينا على هذا الإجراء. طبعا هي تكون ساحة للعرض والحكم يقفون بالنص، والخيل تتقسم على فئات اللي هي مثلا فئة عمر سنة، بعدين يجي فئة عمر سنتين، يعني كل عمر يتنافس فئة إذا لحالها. أعمار مختلفة تكون، ولكن مع نفس العمر لازم يتنافس. نعم، أوكي. فأنا كمدرب أو عارض أجي أستعرض الخيل قدام الحكم. طبعا بالبداية الخيل كلها تدخل بالفئة، تدخل دخول جماعي على مود الحكم يختارون الخيل اللي ممكن مثلا يحسون بها اللي راح تكون اول او ثاني او ثالث بالفئه. بعد الدخول الجماعي يجون انفرادي، كل حصان يدخل لوحده ويدخل بحركه، طبعا انا اللي راح اعرض الخيل وانت تنطي، ممكن مدربة تكون وانت تنطي الامر طبعا او الطريقة اللي يسوي بها الحركة. طبعا، ويتغيم من 5 نقاط الجواد العربي اللي هي تكون الهويه العربيه، الراس والرقبه، الجسم والانسياب، الحركة والغوائم. حلو. زين، الاعمار الموجودة اليوم عندكم، الفئات العمرية، تقريبا فئة عمرية واحدة او اكو اعمار مختلفة اليوم موجودة بالاسطبل او لهذا المكان؟ لا طبعا احنا بالاسطبل عندنا كل الاعمار موجودة، من عمر سنة الى عندنا خيول عمرها 18 سنة واو، بس كانت ابطال اي سابقا، وهسه يعني خلينا نقول متقاعدة طلعناها متقاعدة، يظلت فخر للمربط. تبقى هي موجودة طبعا، تهتمون بها بنفس الطريقة طبعا مو صحيح؟ ونهتم بها اكثر من باقي الخيل. بعد أكثر. زين، احنا هسه أنا إذا أعتبر نفسي مثلا موجودة وأريد أهتم بالخيل، يعني بنفسي من ضمن الكادر الموجود، فشون الشغلات اللي ممكن أنا أبدي بيها حتى أهتم بالخيل بنفسي يعني أني؟ يعني هي الخيل شغلها شغل يومي، احنا اي ننظف التمشيط قلت تنظيف لي. الفرشات مالتها، اي النشارة اللي تكون جواها، زين. كفرشة ومحسة يومية 3 مرات الخيل تتنظف، اي صباحي والظهر والمساء. زين، اني مره راح انظفها مو لا 3 مرات. طبعا اي نهتم بالشعر، طبعا هي الشعر، اني الشعر جمال كلش الخيل حبيته. يكون اي بشعرها، يعني مرات يجي مثلا موسم صيف الخيل يأذيها الذبان، او مثلا شنو تسوي تظل تحك شعرها الشعر؟ يوقع الشعر شكلها يصير ما حلو، فاحنا نهتم بشعر الخيل. شنو تحطوا له يعني، فد مواد معينه للشعر؟
ما خلي مواد معينة، وبي زيوت مثلا خاصة وبي شامبوات وهاي، بس احنا يعني زيوت والشامبوات نستعملها وغسل يومي وعناية تظفير نظفر ضفيرة، الشعر. اوكي. اذا انا راح اسوي لها ضفيرة ومشط شعرها شوي ونحط لها فازالين، قلت لي ايه مو طبعا. الفازالين على مود شنو يعني تقريبا ترطيب البشرة الفازلين احنا يعني؟ تقريبا كل مرة من ينحسن الخيل يتنظفان وجههن ينمسح بتيشو كلينس مرطب، ايه، وبعدين على ناحية العين والبوز نخلي فازلين على مود تكون هاي اللمعة مالت الوجه دائمة، لا يطلع شعر بالناحية مالت العين والبوز على مود يظهر جمالية الحصان أكثر. حتى أنا دا أحس ملمس الجلد جدا ناعم بس بهاي نعم المنطقة ممكن بسبب الفازالين. أوكي، أنا صارت عندي معلومات شوي عامة عن الموضوع الاهتمام والعناية، فحابة شوي أنا أهتم بيها. ايه جيد نهتم بيها سوا؟ ان شاء الله. يلا اكيد أوكي. إذا وصلت أنا وياكم هسه إلى فقرتي وهاليوم وياي وحدة من البنات اللي يهتمون بالأناقة والشكل بنفس الوقت، ولكن الأناقة هي يمكن الهواية اللي أكثر طمحت إنه توصل إلها وتشتغل عليها حتى تقدر تطلع كل بنت حلوة بعيونها هي مثل ما هي تشوفهم. فلذلك اليوم راح تكون وياي المصممة و نقول الخياطة، ولأنه هي شوية صارت أكثر رسم من هذا الموضوع، نبأ. مساء الخير. مساء النور. شلون صحتك؟ الحمد لله. احوالك امورك؟ الحمد لله ماشي بخير. الحال؟ الحمد لله. اليوم انا سعيد انه اخذك وياي كبنت من هذا الجيل الجديد اللي بلشوا يشتغلون بهذا الشغل الحلو. احنا قاعدين اليوم نشوف هذه الاعمال اللي انت دا تشتغلين عليها كتصاميم وبنفس الوقت كخياطه. سولفي لي، من ايش وقت بلشتي انت بهذا العمل؟ انا صار لي 3 سنوات من 2019 نهايتها يعني 2020. زين. تمام. زين. بديت وحدي. زين. أوكي. كانوا من بديت شوية شوية ورا السنة سنة ونص فتحت، قدرت أفتح ورشة خاصة بي. لا أنت سولفي لي، هنا إحنا ما راح نختصر السنة والسنة ونص. أوكي. إحنا هيك سوينا وقبل دخلنا على أوكي. الورشة. أنت سنة ونص سولفي لي إنه شلون إجتك فكرة إنه تتعلمين الخياطة؟ أتعلم من كنت بالكلية لأن أحب التنسيقات، أحب يعني أشوف كل بنية تكون حلوة وبالتنسيقات والألوان يعني، فلذلك هذا الطريق خلاني أنه أفوت للخياطة، خاصة أنه أكو أشياء ما موجودة ما متوفرة، فأحب أنه أنا أسويها لنفسي، فلذلك بديت شوية شوية أتعلم ودخلت بهذا المجال لحد ما أنه قدرت أنه أفتح لاين إلي خاص بي. زين، انت قولي لي، بالطفوله اكو هوايه مثلا بنات هم وصغار يجيبون اللعابه مالتهم ويبلشون يريدون يسوونها مثلا فستان او دشداشه، فيبلشون من الطفوله عندهم هذا السنس. ايه. انت كان عندك هذا الشيء موجود انه انت من الطفوله حبيتي حتى نقول انه على كبر، ولا انت بالجامعه بديتي تشوفين البنات هاي تلبس وهاي تلبس، لا اريد اهتم اكثر بهذا الموضوع؟ لا من الطفوله اي، بس مو على اللعابات كنت اسويها على نفسي. والله؟ والله. زين شلون؟ يعني كنت مثلا اجيب قبعه قماش هيك اقصها وهاي ويعني على اسويها على نفسي. وتضبط وياك يعني تضبط؟ لا بس مجرد يعني مو يعني خياط ايد وهاي. شقة اي لعب لعب. اي كنت احب هيك هذا الشيء. يعني كنت اشوف الموديل وهاي من شلون يلبسون، فكان اول طموحي انه يكون موديل. اوكي. بس ماكو هذا الشيء. هذا اول الطموح انه موديل. موديل و مثل مانيكان حتى انه ايه. ما صرت موديل، خليني اصير انا البسها للموديل. ويمكن هذا العمل احلى صار. صار اكيد بشغف وبابداع اكثر. وبي انه انت راح تشوفين الموديل مثل ما انت تريديها. مو مثل ما احد هو راح يجي يختار اللبسه حتى تلبسيها له وتطلعين بها على البوديوم تسوي ماتش العرض وترجعين. اي صحيح. فهنا انت راح تختارين اليوم شنو اللي راح تلبسيه للعالم. اي. شنو اول شيء نفذتيه؟ اول شيء هو تنورات، كانت تنوره تكون بس شيء بديت بشيء بسيط. تنانير. اي لحد ما ثقت البنات شويه.
زادت، بديت ابدي يعني تصاميم فساتين، توبات، هيك بديت. حلو، هاي كانت البدايات. البدايه. منو اللي شجعك على هذا الموضوع اكثر؟ اكيد اهلي، امي وبابا. والدتك لبست من عندك؟ لبست اي، اول فستان سويته كان لها. معقوله؟ والله. شنو كان ردة الفعل لما لبست هذا الفستان؟ انا كنت اتمنى تكون هي موجوده حتى اقدر اخذ من عندها هذا الرياكشن اللي كان. لا كانت صدق فرحانه، يعني كانت اول قطعه انفذها وما كانت يعني متوقعه كل هذا، هي صح واثقه بس ما كانت متوقعه انه هذا الجمال راح يطلع لها. زين. اي فكان لا رده فعلها واو. وصارت تروح وتقعد يم الاصدقاء وكذا القرايب انه ها شفتوا هاي نبأ سوته وكذا. فمن هنا بلشت عمليه الماركتينج لنبأ. صحيح. صح يعني هي الام هنا هي اكثر وحده كانت الانسان اللي بدها تشتغل الماركتينج بطريقه صحيحه لبنتها حتى تقدر توصلها الى الناس. زين. هو تشجيعها اكثر شيء. اوكي. وبعدين الصديقات. هذا صار دعم كبير للصديقات اول ما فتحت الشغل. يعني من ناحيه النشر بما انه احنا اونلاين وبيجات وهاي صارت النشر والدعم لهم طاقه يعني ايجابيه. انت شغلك كله اونلاين؟ كله اونلاين. اه يا سلام حلو، يعني مو مكان وتعالوا اخذوا كذا، لا اونلاين تعرضين الفساتين وينطوش تصاميم يقولوا لك اريد نفس هذا تنفذين اياه؟ لا ما لا ما اقبل. ما تقبلين؟ انا هذا اللاين خاص بي، فانه يعني هذا الشيء انا عارضته بس. حلو. فما احب اقلد والتقليد ما راح يجيب نتيجه. من وين اخذتي هاي الثقه؟ من نفسي. لا حطيتك بمكان انه انت بدك تحكين وبدك تحكين وانت واثقه علما قبل التصوير بثواني قلتي لي انه خايفه ويعني هاي الحركات الحركات ما تضيف لي وخايفه ودا ارجف ولا والله يخليك. وشنو الاسئله؟ احنا ماكو سؤال يتحضر، واعتقد انت سالتيني صح، ماكو سؤال يتحضر ويا اي ضيف من ضيوفنا، كله يطلع طبيعي وتلقائي حتى ناخذ ردة الفعل والإجابة الحقيقية مباشرة لأنه توصل بصدق أكثر إلى الناس بيحسوها أكثر. صح. اللبس اليوم اللي أنت لابستيه تصميمك شغلكم ولا اضطريتي اليوم تلبسين جاهز؟ لا جاهز. ليش اليوم لبستي جاهز؟ يعني كان عاجبني أنه ألبس من تصميمي خاصة. بس أنت رايحة على لاين السهرة. فهذا الأسبوع كان لود مع التصميم وخاصة هوس ديكور وهاي سوينا، فملحقت أنه أعرض شيء إليه. بس حبيت عن طريق برنامجكم انه ابدي تشوفون انه مال الفساتين السهره اللي انت انا ما لبست، بس المني كان لبستها لبستها هي، اختارت فساتين ستره مثل السهره عفوا، لابسه فستان بكمام طويله، اعتمدت هذا الشيء لانه هي كانت مبلشه بلاين للمحجبات صح؟ اجبتي لي وهسه صرنا بالسواريهات. السواريهات زين. فحبيت انوع اكثر. أوكي. من بما انه جاي حفلات تخرج هاي، فيعني بناتي فضلا هيك تعارف وتخرج وخطوبه، الخطوبه والزواج تضل ما شاء الله هاي. ما توقف علما اني قلتها انت هسه بلشتي بهذا اللاين، واحنا صرنا بنهايه موسم الصيف على اساس انه الصيف هو كله حفلات ويعني من هاي الاجواء اللي تخلي البنت على طول تستهلك الفساتين السهره. كم ساعه تبقين بدها تشتغلين هنا؟ احنا نشتغل يعني حسب، مرات يصير لود نشتغل عادي فوق الثمان ساعات. يجيك احد يدقق على الشغل؟ يعني انت اليوم من تروحين تشترين هاي القطعه لازم انه تشيكيها، لان انت خياطه تريدين تشوفين منا بها عيب بالخياط الدقمه الزيح الكذا. لما تروحين انت او لما يجون اليوم ياخذون من عندك القطعه تفكرين بهذا التفكير اللي انت تفكري برا؟ هذا افكر بيه بس لين اني واثقه من القطعه اني اشوفها واللي اقبله على نفسي اشوفها يعني توب، انه هاي البنيه تستحقها من كل الجانب، اخياط وكواليتي، فتوصل للبنيه تكون رابط تمام. اي اليوم شنو راح تعلميني؟ اعلمك فستان فصل مفصل. مفصل ولا شنو؟ انا ما اعرف يعني هذا البرنامج راح يخليني اطلع من عنده اروح الى هواي اماكن راح اشتغل بيها لان كلها بدي اتعلم بيها. اليوم راح تعلميني هذا الشيء؟ اي انت تقص بالقماش اخليك. اني اقص بالقماش. اوكي فاذا خلينا نجرب هاي التجربه انا وياكم ويا نبأ ايش وقت بعد هذا الفاصل.
رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل حتى نبلش أنا ونبأ بتصميم أو شنو هذا ايش قلتي فصال مفصل مفصل فستان زين هسه شنو اللي تحتاجي من عندي أول شيء خلينا نخطط على مود أخليك تقص أنطيك الأولشي مالتي أي تمام أعطيك القياسات يلا أولا نأخذ هي هذا الفصال مال تنورة كلوش فستان تنورة كلوش فستان أي يلا. أول شيء نبدي بالخصر بالخصر نأخذ 30 سنتيمتر 30 على مود شنو يجي بيه كسرات تمام أوكي طبعا يبدي الفصال بالنانة ونحرك الأولشي حتى يجي عدل بدون لا زيادة ولا نقصان تمام يمشي على قد الثلاثين تمام ناخذ الطول حسب احنا نشتغل حسب طول البنية مثلا تريد انه طويل تريد قصير نعم حلو هذا بالخياط يكون حسب الطلب خلنا ناخذ طول التنورة 70 70 يجي للركبة عادي نبدي نحرك منها لمين ما اخذنا نفس الحالة نفس الحالة اوكي فهمت عليك نرجع نحرك وننطي 70 وكل عملية مثلث من جوا القطر مالته دائري دي يكون عندنا حتى يطي دائرة من جوا دائرة من جوا تمام حبيت أول مرة أنا أعرف إنهم هيك يسوون عبالنا يجيبوها يخرطوها هيك ويلزقوها بخيطنا ويقولوها يلا هسه هسه أقص أي زين تبدي أخطط لك بما أنت أول مرة لو عادي لا هسه اول مره اقص راح امشي على هذا بالضبط لازم اقص بهاي الطريقه اكمشها صح للقطعه مالتي تنقي لي اياها لو سمحتي لانه هذا تسقطت مالنا دخل احنا فدوه على بس انت لا تجرها اكثر ها ما اجرها لا. اي على راحتها حتى تطلع عدله ترى والله هي بس هاي اول وحده تمام هاي تمام زين هسه نجي على هذا النهايه هاي نهايه مالت التنوره نفس الحاله همين انا اخذها انا كامش المقص صح لو اكو شيء غلط لا صح صح تكنيكات يعني حتى بهذا هم عندهم تكنيك زين انا دا اخذه بنفس الطريقه بس اخو ليش ما دا ياخذ وياي صح اعتقد يمكن اريد اشوف انت شو راح تطلع وياك اريد اشوف الخلل مين ما اريد اصيبك بالعين بس اخذته خليني اسكت تحت ما تكمل حتى لا تقول ها يا اخي انطي العجين الخبازه وانطي القماش الخياطه انا ايش معرفني زين تمام هاي فصلنا احنا التنوره خلصت التنوره مالتنا تمام وهذا اللي روحتيه هيك ببلاش ببلاش شنو؟ هذا لا مو ببلاش احنا اكو بنات يكون طويلات فهي هاي القطعه الاساسيه اللي نقص بعدها بالعكس احنا نقدر هسه نطلع من عندها ردن ونطلع من عندها الفوق اي نسوين قطعه كامله قطعه كامله هسه هاي فاذا صارت عندنا احنا تنوره التنوره شلون اعرف هاي التنوره اذا راح افتحها افتحي لنا اياها هذا الخصر اي خصر اي يجي منكسره شويه اي فهمت عليش فهي هيك راح تصير لا خلينا نعليها احنا للعالم شوفوا هي بالاساس كانت هيك هاي القصه خلي اخذ لكم اياها بس هي لانه قالت اخذتها 30 حتى تكون بيها الكسرات فممكن يكون هو هذا شكلها هذا خصرها خصر البنيه 32 كلش الدايت اوفر زياده عن اللزوم وهذا شكل التنوره صح عاشت ايديك عاشت ايديك هاي فاذا قياس التنوره مثل ما شفناها شلون سوتها هي اخذتها 70 30 الخصر واخذتها بقياس درجه 70 عشان بدها تفتر بيها بطريقه مقوسه عدله لا يمنى ولا يسرى ونفس الشيء كان الطول مالتها اختار الطول 70 اختارت الطول 70 اي الطول 70 ورجعت اخذت همينه نفس الشيء هذه الدائره احنا راح نكمل وياكم بس راح اترك نبأ حتى تشوفوها وهي قاعدة تشتغل على قطعها وإحنا راح نرجع وياكم أكيد إن شاء الله بعد هذا الفاصل ولكن شكراً نبأ عفو جداً أنا سعيد اليوم بتعرفي عليك وأتمنى لك دائماً كل التوفيق
واشوفك اسم لامع بعالم الازياء والقاش نازله بالفاشن ويك بالبلد اللي انت تتمنين تكونين بيه. شكرا جزيلا. وتكونين اكبر واهم ديزاينر وخياطه بالعالم الازياء. شكرا، اني اسعد اكثر انه شرفتونا اليوم. طول عمرك. شكرا لك. شكرا نبا. شكرا. فاذا مكملين احنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدين كنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج جيل جديد، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا بفقرتنا مع الخيول، ولا تنسون أصحاب المواهب المميزة والمشاريع أن تراسلونا على الرقم التليجرام الظاهرة أسفل شاشتنا. إذن وصلنا احنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، اتمنى تكون فقراتنا نالت رضاكم. للي حابب يشارك ويانا بالبرنامج رقم التليجرام مبين عندكم باسفل الشاشه. كل اللي عليكم ترسلوا لنا مقطع فيديو لموهبتكم واحنا راح نتواصل وياكم وين ما تكونون. ملتقانا الاسبوع المقبل يتجدد وياكم بنفس الموعد ان شاء الله، والى اللقاء.